أهلا بكم. لا يبدو في الأفق أي دلالة على قدرة الإسرائيليين على تحقيق أي من أهدافهم المعلنة من الحرب على غزة، فرغم آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين لم يقضي نتنياهو على المقاومة، كما لم يسترد أي من المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلا من خلال مفاوضات وصفقات جرت بعيدا عن الحرب. استمر هذا الفشل الإسرائيلي واستمر معه دعم أمريكي للإسرائيليين. هذا المتزامن مع الفشل صنع الكثير من علامات الاستفهام والتعجب لدى شعوب الأرض. فخسائر الحرب لم تتوقف عند الإسرائيليين فقط، بل امتدت أيضا للولايات المتحدة. تتعدد هذه الخسائر بين السياسية والاقتصادية وكذا الشعبية. في هذه المتابعة الإخبارية سوف نسلط الضوء على خسائر الولايات المتحدة الأمريكية بسبب استمرار دعمها للإسرائيليين برغم هذا الفشل في تحقيق أهدافهم. نبدأ ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في آخر المتابعات الميدانية استشهد أكثر من 60 فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف إسرائيلي بالمدفعية. هذا القصف استهدف مدرسة المواصي التي تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 25,295 شهيدا. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المواصي غرب خان يونس التي تأوي نازحين من عدة مناطق في القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة العشرات. وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أوضحت أن طواقمها تلقت بلاغا عن وجود شهداء في القصف على مدرسة المواصي دون تمكنها من الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب محاصرة الاحتلال للمنطقة ومنع مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان القصف. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة على مستشفيات ومراكز إيواء غرب خان يونس وتحاصر مستشفيي ناصر الطبي والأمل، حيث وصل ما لا يقل عن 30 شهيدا مستشفى ناصر إثر القصف المتواصل. وفي وقت سابق قصفت مدفعية الاحتلال بكثافة محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس رغم وجود عدد كبير من النازحين فيها. وأكدت مصادر طبية أن مدينة خان يونس سجلت عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من النازحين جراء القصف الإسرائيلي العنيف. وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 25,105 شهداء و 62,681 مصابة غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم. وفي اليوم 108 من الحرب يظل الوضع الإنساني والصحي حرجا بحسب الأمم المتحدة في القطاع، حيث نزح ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص يمثلون أكثر من 80% من السكان هاربا من القصف والمعارك. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ندد بانتهاكات إسرائيل لما وصفه بالقتل المفجع للمدنيين الفلسطينيين في غزة. أقل غوتيريش أن العمليات العسكرية الإسرائيلية نشرت دمارا واسعا وأودت بحياة مدنيين بأعداد غير مسبوقة خلال فترة عمله كأمين عام للأمم المتحدة. هذه الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة أصبحت تقع في قلب أزمة إقليمية تفاقمت في الأيام الأخيرة بعد سلسلة من الضربات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. زاد اتساع هذه الأزمة، ومن المقرر أن يزيد أيضا في حال استمرت لفترة أطول بعد 108 أيام من الحرب. هذه الحرب بالفعل أثرت بشكل كبير. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. أرخت الحرب على قطاع غزة بظلالها على الاقتصاد الأمريكي، إذ أثرت الحرب على ارتفاع أسعار النفط العالمية والذي تعد الولايات المتحدة المستهلك الأكبر له في العالم. كما تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في اضطراب التجارة العالمية،
كما أدت إلى انخفاض المعروض من الخام في الأسواق الأوروبية والإفريقية والأمريكية. كما أثرت الحرب التي دخلت يومها 108 على حركة التجارة العالمية، ونفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والتي عطلت التجارة العالمية، كما أثارت مخاوف من اضطراب الإمدادات. وقال الجيش الأمريكي إن قوات القيادة المركزية الأمريكية قصفت صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق. ويقول الحوثيون الذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن إن هجماتهم على السفن التجارية تهدف إلى دعم الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على غزة. ويقول محلل إن الولايات المتحدة هي الداعم الأول لإسرائيل في حربها على غزة، لأن أمن الولايات المتحدة من أمن إسرائيل، لذلك تدعم الولايات المتحدة إسرائيل بمليارات الدولارات سنويا من الميزانية الأمريكية لتسليح إسرائيل ودعمها في الحرب على غزة. ولذلك لاقى استمرار الحرب معارضة كبرى من الكونغرس الأمريكي. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الحرب وهذا الدعم الكبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني رغم من الحرص المتواصل والاستمرار هذا الدعم الكبير من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل، يأتي على الرغم من حجم الخسائر التي تعرض لها أمريكا في ظل دعمها لإسرائيل التي أيضا لم تحقق مكاسب أو ربح من هذه المعركة، سواء أنها تجني المزيد من الأرواح ويعني التزيد من عدد الشهداء. دعونا نقترب أكثر من هذا الملف. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ عصام، بعد التحية، يعني بداية قراءتك لمشهد الحرب في غزة ونحن في اليوم الثامن بعد المئة، المزيد من الضحايا والشهداء والمصابين، المزيد من الدمار في غزة، وحتى الآن إسرائيل لم تحقق أهدافها رغم الدعم الكبير من جانب الولايات المتحدة. مساء الخير يا أستاذة كريمة، وتحية للقناة الكريمة والمشاهدين الأفاضل. لا شك أن هناك خسائر كبيرة منيت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وصمت بعد 108 أيام من الاعتداء الصهيوني على العزل وحرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وأيضا الضفة وجنوب لبنان. منيت بأنها شريك في هذا العمل الإجرامي الذي أقل ما يوصف به أنه حرب للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هذا من جانب. الجانب الآخر أن ما كان ليتجرأ أحد بالنيل أو محاولة النيل من إحدى السفن العسكرية في أي من المحيطات أو أي مجرى ملاحي يتم مسلكه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لما كانت تتمتع به من سمعة. هذه السمعة تحطمت اليوم ومساء اليوم. تم استهداف سفينة شحن عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية جنوب عدن، وأقصى ما تأمل إليه العسكرية الأمريكية هي إحباط محاولة استهداف إحدى السفن بصاروخ تابع للحوثي. هل تعتقد ان هذا يعني ما نتحدث عن شكل الولايات المتحده الامريكيه الذي يعني او يعني سمعتها العسكريه اللي اهتزت بشكل كبير، هل تعتقد اننا خرجنا من نطاق الهجوم اللي كانت بتقوم به الولايات المتحده في حال استهدافها لمرحله انها بتدافع عن سفنها او بتدافع عن نفسها او عن اي امتداد عسكري ليها؟ لا، ده الموضوع هيتطور اكتر من كده اذا ما استمرت الولايات المتحده الامريكيه في اصرارها وغيها لدعم، ليس الدعم فقط انما هي شريك في هذا الحرب، هي وبريطانيا. الامر الذي يجعل العالم كله سوف يقوم بمراجعات ازاء تعاونه مع الولايات المتحده الامريكيه على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري. فلن تقبل اي دوله من الدول في جميع انحاء العالم ان تقيم مناورات مشتركه مع القوات الامريكيه او البريطانيه او الاسرائيليه. نعم. لن يحدث هذا في المرحله القادمه. هذا من جانب. الجانب الاخر ان
الامم المتحدة على الصعيد السياسي تطالب بتوقيع عقوبات على اسرائيل وردع اسرائيل من اجل وقف هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية. على الصعيد الاقتصادي سوف تجني الولايات المتحدة الامريكية كساد وعدم قبول في الاسواق العالمية، وسوف تظهر كل من روسيا والصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. في هذه المرحلة وأيام القليلة القادمة. الأمر الآخر خاصة بعد التعاون الذي تم بين كل من روسيا والصين وعدد من الدول الأخرى. الأمر الآخر الذي لا أريد أن أتجاوزه هي امتناع بعض الدول رغم أنها أعضاء في التحالف الذي تم تشكيله مؤخرا لردع الميليشيات الحوثية عن المشاركة بوحدات عسكرية في هذا، وكانت في مقدمة ذلك أسبانيا. هذه المراجعات جميعا تجعلنا نقف برؤية تحليلية إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هذا الموقف، اسمح لي استاذ عصام، يعني طالما بنتحدث عن هذه المراجعات وامامنا حقائق يعني كاشفه يجب ان نقوم باعاده قراءتها، اذا هذه القراءه الى اين تؤدي بنا؟ هل تتوقع ان موقف الولايات المتحده يجب ان يتغير، ستجبر امريكا على تغير سياستها مع اسرائيل، ام انهما كيان واحد ونكون معترفين اكثر بهذا الامر وان اهدافهم واحده، يعني حتى لو منيا يعني أي من الطرفين بهزيمة هي هزيمة للآخر أو أي خسارة هي خسارة للطرف الآخر؟ بعيدا عن هذا لابد أن نحييك على هذا السؤال، ولكن كلا الطرفين وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منيت بخسائر عالية ولن تحقق أي من الأهداف التي تسعى إليها أو تستهدف تحقيقها من وراء هذه الحرب. رغم أن كل منهما يحاول تغيير تكتيكه العسكري في الهجوم والمناورات، إلا أن ذلك لم يحقق أي من أهداف لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل ولا بريطانيا في الأيام القليلة، حتى أن الاتحاد الأوروبي اليوم بات لديه قناعة بأن حل الدولتين والسلام الذي تحدث عنه الرئيس أنور السادات، محمد أنور السادات، بشأن الأرض مقابل السلام كان معه كل الحق، وأن لابد أن يتم مراجعة الحكومة الإسرائيلية والكيان الصهيوني مرة أخرى ليراجع نفسه أمام حقيقة واضحة بأن الأرض مقابل السلام هي الحل، وحل الدولتين هو أمر ضروري وحتمي في التعامل في المرحلة القادمة. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمتلك المستوطنين في مختلف الأراضي الفلسطينية الأسلحة، ولا يكون لدولة فلسطين سلاح تدافع بها عن نفسها. هذا أمر. الأمر الآخر وهو موقف النازحين وأيضا المبعدين الفلسطينيين وحق عودتهم إلى أراضيهم وبيوتهم وأموالهم، لابد أن يكون هناك استحقاق قانوني ووطني وفي التفاوض في المرحلة القادمة، بدلا من عكس الأوضاع وإلقاء التهم على حماس وعلى الشعب الفلسطيني بأنه يقاوم وأنه يحاول أن يهدد أمن وسلامة إسرائيل. من الذي يقوم بحرب الإبادة؟ إسرائيل. العالم أجمع شهد هذا. من الذي يستهدف المستشفيات؟ من الذي يمنع الكهرباء والماء؟ نعم، كلها جرائم الحقيقة بيتم توثيقها يعني على مرأة ومسمع من العالم أجمع. نعود أيضا لهذا الدعم الأمريكي، هل تعتقد سيستمر الدعم الأمريكي لإسرائيل؟ هل سيتخذ مناحي أخرى ومجالات أخرى، خاصة وإن يعني بدا واضحا في الأفق خلافات حتى في جوهر إدارة إسرائيل للأمر؟ يعني لو تحدثنا عن الخلاف بين تصريحات نتنياهو وبايدن فيما له علاقة بمستقبل غزة بعد انتهاء هذا العدوان، إسرائيل أكدت لا
لا مكان لحل الدولتين، وغزة سيتم حكمها من جانب إسرائيل، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تؤكد على ضرورة عودة الفلسطينيين من جديد إلى قطاع غزة وأن يبقى تحت السلطة أو تحت الحكم الفلسطيني. جانب آخر من الخلافات بينهما في اتساع رقعة الصراع، سواء باستهداف إسرائيل وسلسلة الاغتيالات اللي قامت بها في جنوب لبنان أو في سوريا، وهو أيضا ما أبدت الولايات المتحدة الأمريكية تحفظا عليه. وهذه الجبهة الجديدة التي تفتح على الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت فيها هي وبريطانيا في البحر الأحمر، اتساع رقعة الصراع، وهو نقطة خلافية أيضا بين أمريكا وإسرائيل. إذا هل تعتقد سيبقى هذا الدعم، سيتخذ أشكال أكثر اتساعا، أم أنه سيتوجه لمزيد من الضغط نحو العودة على مسار معين يريده كلا الجانبين؟ لا شك في أن ما يحدث على الأرض الآن، سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو التغير النسبي في قرارات بريطانيا وعدد من الدول الأخرى الداعمة للكيان الصهيوني، يعود إلى الضغط الشعبي في كل من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك أمرين أساسيين. الأمر الأول أن حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو سوف تشارك في انتخابات، وأنه إذا ما تم وقف الحرب ستقدم هذه الحكومة إلى المحاكمة، وسيكون مصير هذه الحكومة إلى مزبلة التاريخ. الرئيس الأمريكي نفس الكلام، يسعى إلى تثبيت وضعه في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه قادم على انتخابات قادمة، ويسعى إلى تعزيز موقفه. لذا فيهم أن تستمر الحرب قدر الإمكان، والضغط على الشعب في غزة والشعب المسالم، لأن الحرب لم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم تنتقل إلى العمق الإسرائيلي. فإذا ما انتقلت الحرب إلى العمق الإسرائيلي، سيكون هناك رادع لكل من الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية. إنما طول ما الحرب موجودة في غزة لن يتغير الموقف، وهم لم يخسروا شيئا. الذين يموتون بالعشرات بل بالمئات بل بالألاف، نعم، هم الشعب الفلسطيني الأعزل، وهم لا يخسروا شيئا، سواء كان من العتاد أو السلاح. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا تتكبد عملية الأسلحة وشحن الأسلحة بشكل مستمر، حتى أن بعض التقارير التي تلقتها حركة حماس تؤكد بأن وزير الخارجية الأمريكي كان يستقل طائرة شحن يتم شحن فيها بعض الذخائر لتفريغها في المطار، وهو يلتقي بالحكومة ويعقد مؤتمرات صحفية لتعزيز الموقف لدى الجيش الإسرائيلي. نعم، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا. لذا إذا ما تحرك المجتمع الدولي وطالب بأمام محكمة العدل الدولية بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شركاء في هذه الحرب ضد الشعب، والحرب حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، سيقف العالم أجمع، أو الجانب الآخر بأن تنتقل الحرب إلى العمق الإسرائيلي وإلى العمق الأمريكي. تحدث عن اختلاف أكثر في شكل المقاومة. جزيل شكر للأستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذه المعلومات. إذن ماذا عن الداخل الأمريكي؟ كيف يقرأ هذه الحرب وكيف ينظر إليها؟ دعونا نقترب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا إلى نيويورك. ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك السيد أحمد محارم، الكاتب والمحلل السياسي. سيد أحمد، بعد التحية، ضعنا في أجواء الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر للدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل؟ هل هناك يعني حالة من الاتفاق أو الرفض لهذا الدعم، سيما وأنه من الواضح في هذا المشهد وفقا للمعطيات على أرض الواقع أن هناك خسائر تمنى بها إسرائيل، على الأقل لم تحقق الأهداف التي يعني حددها وأعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ نعم، الموقف من الداخل الأمريكي ينقسم إلى شقين وكلاهما مهم. الشق الرسمي وهو الإدارة الأمريكية متمثلة في البيت الأبيض والرئيس بايدن، وزارة الدفاع، الكونغرس، البنتاغون، المسؤولين الكبار، وزارة الخارجية. وأما الجانب الآخر فهو جانب المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والناس اللي كانوا مسؤولين عن هذا الزخم الكبير
من المظاهرات اللي استمرت طوال ال 108 يوم اللي فات. على المستوى الرسمي الحقيقه امريكا وجدت نفسها مدفوعه بسرعه وبلا ترتيب مسبق بعد الزلزال السابع من اكتوبر انها تندفع وتقدم دعم سخي وغير مسبوق لوجستي وعسكري وسياسي وايضا فاينانشالي فلوس لاسرائيل، حتى ان الرئيس بايدن طالب ان الكونجرس يكون عنده ميزانيه سريعه تدفع 104 مليار لخدمه صحيح. اسرائيل وايضا حرب اوكرانيا. الصوره اختلفت. تفضل. نعم تفضل لو تفضل. انا اعتقد ان الصوره اختلفت من وقت للثاني لانه مجريات الحرب على الارض وضعت امريكا بعد اسرائيل في خرج امام المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. طيب هذه الصوره الى اي مدى هذا الاختلاف قد يؤثر على شكل الدعم؟ هل تعتقد هيكون في تراجع في شكل الدعم؟ هل تعتقد ان جو بايدن والديمقراطيين يخشون على مكانتهم في الانتخابات الرئاسيه القادمه، سيما وان دونالد ترامب يعني يلوح بقوه بانه ضد هذه السياسه ودائما ما يقوم ب يعني ابراز سلبيات تجاه ما قام به جو بايدن في اداره هذه الحرب دعما لاسرائيل؟ الحقيقه هو لن يؤثر في الدعم للاسف الشديد لانه اسرائيل بتضغط على بايدن وعلى اداره امريكا حاسين من وجهه نظرهم ان بايدن وامريكا في اصعب ظروفهم وان نتائج تحليلات الراي العام وصوره بايدن بالنسبه للداخل الامريكي شكله مش هيفوز بسهوله في مساله ترشحه في الانتخابات، وبالتالي بايدن محتاج العادة اي رئيس امريكي سابق او حالي او مستقبلي للدعم الامريكي ولليهود في امريكا للدعم ومن ثم اعتقد في نوع من الابتزاز مارسه اسرائيل المقابل الداخل الامريكي، فهو لن يتخلى عن دعمه ولكن في بلورات اختبار وفي تصريحات بتطلع في الحقيقه معظمها فارغ من مضمونه ان هو يعني هيكون حل الدولتين ولازم نفتح المعابر والمفروض ان يكون في وقف اطلاق للنار، كل ده على الارض لما تيجي في الامم المتحده 153 دوله في الجمعيه العامه تطلب بوقف اطلاق النار، البلد الوحيده اللي معارضه للفيتو هي امريكا. فالحقيقه التناقض بتاع المواقف وضع امريكا في حرج وصورتها الذهنيه امام العالم للاسف الشديد اهتزت الفتره الاخيره. الحقيقه ان هذه الصوره واذا قرانا المشهد الامريكي خلال العام ربما الماضي يعني وما حدث في افغانستان من قبله ما حدث في العراق يعني بيرسخ ان صوره الولايات المتحده الامريكيه لا تدخل بقوة عسكريه في مكان او بدعم عسكري في مكان الا وان يعني بتخرج في الاخر خالص بتكون خاسره تماما. يعني هل لا نجد يعني اليس هناك اي استفاده من هذه الدروس على ارض الواقع في اروقه السياسه الامريكيه؟ تناقض من جمهوري لديمقراطيين، احنا شفنا الانسحاب اللي كان من افغانستان كان انسحاب يعني حقيقة غير مشرف، كمان بايدن في بدايه سلطته في الثلاث سنوات اللي فاتوا قال انا اهتمامي بالشرق الاوسط مش هيكون صحيح بالشكل اللي كنا عليه سابقا، انا اهتمامي بالصين وتايوان واهتمامي بحرب تايوان واوكرانيا وحرب يعني دعمه لاوكرانيا ضد روسيا ودعمه لحلف الناتو، كل هذا كان يسحب من رصيده انه ما كانش متواجد فعلي على الواقع في منطقة الشرق الأوسط، ما كانتش في اهتماماته، ولكن مرة واحدة كده يوم 7 أكتوبر اتكرر بسرعة وبقى قدام العالم شريك فاعل في الحرب الأخيرة دي، ومن ثم الموقف في الداخل الأمريكي وفي الخارج على مستوى العالم بقت أمريكا الحقيقة مدانة أنها ليست فقط داعم لإسرائيل بل شريك. نقدر نقول هيؤثر على إيه في المستقبل؟ هيؤثر إن فرص بايدن في الانتخابات القادمة ضعيفة وإن ممكن تكون فرصة الرئيس الاسبق ترامب رغم كل المحاولات للزج بيه في 91 قضيه من الممكن جدا ان حتى بعض من الديمقراطيين اللي هم كانوا مرشحين كانوا داعمين لبايدن في الانتخابات السابقه ومنهم عرب ومسلمين وافريكان امريكان قالوا صراحه كده، ومنها بعض الولايات زي ميشيغان القيادات بتاعت الجمعيات العربيه والاسلاميه قالوا نحن لا نرحب بيك، انت دعمت اسرائيل ومن ثم احنا كنا اخطانا في انتخابك في المره السابقه. كل هذا الزخم يعكس على ان في الانتخابات القادمه هنشهد حاجه يمكن الداخل الامريكي او الانتخابات لم تشهدها من قبل، ده الانتخابات رقم 60 فيها صراع كبير ما بين يعني رئيس ضعيف في سلطته وصوره امريكا مشوهه داخليا وخارجيا، وايضا هناك رئيس سابق يحاول يعيد لنفسه اتزانه وكرامته وهو بيقول ان كل المحاولات دي الزجبيه هي محاولات سياسيه، فاحنا امام الحقيقه موقف متقلب، بس في الاخر الشارع الامريكي والشعب عنده من الوعي ومن القدره ومن الذكاء ومن التجارب انه يختار ما يمثله ويعبر عنه، الشارع الامريكي في خلال ال 100 يوم دول قال لا ان في حق مهضوم في بلد اسمها فلسطين وفي دوله اسمها اسرائيل محتليه ارض، يعني الحقيقه المره دي كان ظهور فلسطين القضيه على المستوى العالمي بشكل يعني
يعني يكافئ التضحيات طبعا يعني دماء يعني أريقت وأرواح أزهقت ويعني وعدد كبير من الشهداء ثمن غالي جدا كي تعود هذه القضية لمكانتها التي تستحق. وفقا لكلام حضرتك أن الداخل الأمريكي بتكلم دلوقتي على المستوى الشعبي نفسه بدأ يعيد التفكير في القضية الفلسطينية بأن هناك حق بالفعل للشعب الفلسطيني وهو ما يعني رددناه عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكن لم تكن هناك أي أذان تستمع وتنصت لهذه النداءات. يعني صحيح كنا يعني الحقيقة الإعلام يعني الجيل الثاني من الشباب الأمريكان في الجامعات في المظاهرات بتاعتهم قالوا ما معناه يعني بالنظر المصريح، احنا كنا مخدوعين في إعلامنا اللي هو كان بيشوف بعين واحدة، وكنا مخدوعين في سياستنا اللي كانوا بيصورونا من إسرائيل ضحية. القصة الأخيرة بتاعت الأسبوع الماضي كمان مسألة لاهاي ومحكمة الجناية الدولية العدل والدفاع المحترم العدل الدولية والدفاع المحترم من قبل الضباط في المحفل المحترم ده، الحقيقة برضو وضع إسرائيل وأمريكا في حرج إن ما تقدروش تضحكوا على الناس طول الوقت. ففي زخم خابط في الشارع الأمريكي يمكن يؤدي إلى إنه في تغير في الصورة المستقبلية، ولا كمان إحنا أمام عام انتخابات يعني ليس من السهل أن نضحي برأي الشارع ولا بتأخيرات الرأي العام. طيب فيما له علاقة بالارتباط الأمريكي الغربي، إلى أي مدى ترى أن أمريكا يعني على مدار السنوات اللي فاتت نعلم أن الغرب دائما تابع للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها هي لها الصوت الأعلى يعني وما يتم تنفيذه فقط للغرب هو تبعية، إلا أن طبعا شفنا يعني النهاردة اجتماع وزراء الخارجية في أوروبا يعني بيتكلم عن أنه لا يوجد مجال أو لا يوجد تصريحات سوى الحديث عن حل الدولتين وضرورة أيضا الوقف الفوري لإطلاق النار. هل تعتقد أن هيكون في اختلاف في هذا الموقف الغربي التابع للولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد بدأت بوادره من يعني في منتصف العمليات، يعني يمكن من 40-50 يوم بدأت بعض القلاقل. احنا شفنا دول في أوروبا، شفنا اسبانيا، شفنا فرنسا، في اختلاف يعني بداوا يقولوا. يمكن الوحيده اللي نزلت بتتبع الخطوات الامريكيه هي بريطانيا لاسباب تاريخيه، انما معظم الدول في اوروبا بدات تحس ان هي مش من مصلحتها انها تغامر بشعب غزه، ومش من مصلحتها انها تلقي باللوم على يعني المظاهرات اللي بتحصل في الشوارع في اوروبا. الحقيقه بتطالب الحكومات ان يكون عندها قدر من الالتزام الاخلاقي، ومن ثم انا اعتقد ان في اطراف كثيره. بس الحقيقه يعني السبب بتاع حرب فلسطين او حرب غزه مع اسرائيل من 7 اكتوبر ده جانب يعتبر رقم 2، انما ملت معظم الدول الاوروبيه اللي هي حلف ناتو بقى لهم سنتين بيدعموا استمرارا وتاكيدا للدعم الامريكي للناتو ملايين من المليارات من الفلوس واطلال من المساعدات العسكريه، وفي الاخر لم ولن يتحقق انتصار. مسألة أوكرانيا أصبحت يعني بؤرة صراع كبيرة بتحاول أمريكا بقدر الإمكان أنها تجد لها حل، فهو اتعكت أمريكا دلوقتي في الصراع اللي بقاله سنتين ودخلنا كمان في 100 يوم في حرب الشرق الأوسط. لا، في تغيرات كثيرة ممكن تحصل، وده هيلقي بظلال الحقيقة المسؤولية الكبيرة على أمريكا أنها ما تقدرش إني مور تستقطب وراها حلفاء دوليين في أوروبا بالصوره التقليديه اللي كانوا على عماهم كده احنا مع امريكا. لا، اللي حصل دلوقتي كل دوله عندها حساباتها، وفي بعض الدول بدات تتململ من استمرار انسياق الاعمى وراء امريكا في كل القضايا الدوليه. نعم، جزيل الشكر للسيد احمد محارم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من نيويورك، شكرا جزيلا لك. يعني الحقيقه ان ما يحدث في غزه وما تقوم به اسرائيل من ان تقوم بحرق الارض تماما باباده كل ما الحجر والبشر والشجر في قطاع غزه، يعني نسف كل معالم الحياه، حطام وركام موجود في غزه بيعادل مساحته تقريبا يعني
يعني 4 أضعاف الهرم الأكبر وفقا لتقارير وردت ل يعني بعض المراكز الإعلامية. إلى أي مدى هذا الركام يعني يؤثر على عودة الحياة أصلا في غزة من جديد؟ إلى أي مدى يمكن التعامل مع هذا الركام، خاصة أن في تقارير كانت أكدت أن بيتم إلقاء متفجرات أيضا لم يتم يعني تفجير هذه المتفجرات بعد، وبالتالي هي ما تشبه بالألغام المؤقتة يعني في حالة عودة السكان للقطاع، كيف سيتعاملون معها؟ هل هناك أثار أضرار بيئية؟ يعني كيف يمكن التنبه لهذه الحقائق وهذه الكوارث التي لا قدر الله موجودة على هذه الأرض؟ دعونا نرحب بالسيد دكتور جهاد حرزين اللي بينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور جهاد، برحب بحضرتك معانا على شنيل الأخبار بداية، وقراءتك لهذا التقرير، يعني هل بالفعل أصبحت غزة هي الآن مكان لا يصلح للحياة لكن سكان القطاع يتمنون العودة إلى بيوتهم يوما ما؟ هل تعتقد سهل أن يتم هذه العودة؟ هل تعتقد ما نشهده الآن هو سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل كي لا يكون هناك حياة على هذه الأرض من جديد؟ بعد التحية لك ولكافة المشاهدين الكرام، أعتقد بأن ما ألقي من متفجرات على قطاع غزة والذي تجم 4 قنابل نووية، نتحدث عن أكثر من 65,000 طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة، بمعنى كانت هناك طن بأكملها وأحياء بأكملها تم تدميرها، وكأن الصورة تنقلنا إلى ما جرى في الحرب العالمية الأولى، التدمير كامل وممنهج بشكل كبير. هذا الأمر الذي ترتب عليه بأن هناك مئات الآلاف من الركام السام والركام الذي يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة لدى المواطنين الفلسطينيين. نتحدث عن من 70% من مباني ومساكن قطاع غزة قد تم تدميرها، ما بين التدمير الكلي وما بين التدمير، وهذا شكل كارثة. أولا على المستوى البيئي هناك كارثة، على المستوى الصحي هناك كارثة كبرى، على مستوى الحياة هل ستكون مناطق قطاع غزة قابلة للحياة؟ هذا الأمر الذي على العالم أن ندركه جميعا. أولا إذا أردنا إزالة الركام، نحن بحاجة إلى أكثر من 1.5 إلى 2 حتى يتم إزالة مئات الألاف من أطنان الركام، والذي هو يشكل بمثابة قنبلة موقوتة على الأرض الفلسطينية. وهنا التساؤل الذي تفضلت به حول ما مصير السكان قطاع غزة في هذا السياق، رغم أن هؤلاء السكان لازالوا متمسكين بوجودهم في قطاع غزة ولن يقبلوا بفكرة التهجير القسري أو حتى فكرة التهجير الطوعي الذي يمارسه الاحتلال، لأن الاحتلال اعتمد سياسة منذ البداية وهي سياسة الأرض المحروقة، بمعنى تدمير كافة مقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني، حيث استهدف البنية التحتية بأكملها من شبكات كهرباء ومياه وصرف صحي وأبار مياه وطرق مواصلات، استهدف كل مقومات الحياة المتعلقة بمتطلبات الحياة الإنسانية التي يحتاجها أي مجتمع، يحتاج هذه المتطلبات من مستشفيات، من مدارس، من جامعات، من مراكز صحية، من مراكز ثقافية، من مساجد، من كنائس، استهدف كل ما يتعلق بالحياة في قطاع غزة. الأمر الذي أدى إلى ماذا؟ إلى انتشار الأوبئة والأمراض. نتحدث عن أكثر من 50% من سكان قطاع غزة أصيبوا بالأمراض، منهم أكثر من 60 إلى 70% أصيبوا بالأمراض التنفسية، أي بمعنى أن حجم الأمراض التنفسية التي انتشرت ما بين سكان القطاع هي حجم مهول جدا، بالإضافة إلى ذلك الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي نتيجة النزلات المعوية وعدم توفر سواء الغذاء أو المياه الصالحة للشرب. كل ذلك هو يؤدي إلى نتوج أو وجود كارثة صحية على السكان. القضية الأخرى، هذا الركام الذي أطلقت العديد أو يعني أصبح عبارة عن مواد مشعة ومواد سامة، لأن استخدمت من في هذه الحرب على قطاع غزة الأسلحة المحرمة دوليا، استخدمت قذائف الفسفور الأبيض وهي من الأسلحة المحرمة دوليا، استخدمت القذائف التي تزن أكثر من 2 طن 2000 كيلو جرام والتي هي تحمل مواد منضبة
او مشعه باليورانيوم او بالبلوتينيوم، لانها هي تستهدف كما يقول قنابل موجهه تستهدف في مناطق اسفل الارض، اي بمعنى ان هناك كارثة كبرى في هذا السياق تستهدف المواطنين وتستهدف حياة المواطنين، وهناك العديد من الصواريخ والقذائف التي تلقت ولم تنفجر. نعم. بمعنى تشكل حالة من الخطورة الكبرى على حياة المواطنين، ورغم كل ذلك المواطن الفلسطيني يقول بأنه يريد العودة إلى أرضه. صحيح، ولكنه حين يعود يعني كيف سيتعامل برأيك؟ هل تعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدخل؟ يعني قبل أسبوعين كان في تعيين لمنسقة الأمم المتحدة المسؤولة عن إعمار غزة، يعني وهذا العنوان في حد ذاته مبهج أو متفائل، لكنه واقعيا على أرض الواقع صعب الحقيقة. يعني حتى اللحظة هذه الأمور لم تتضح بعد، وإنما تكون بشكل صعب جدا، وهذا يشكل حالة من الكارثة الكبرى، لأننا نتحدث عن كيفية وجود حياة في ظل تدمير كافة مقومات الحياة. صحيح. رغم أن المواطن الفلسطيني يريد أن يعود، لكن كيف له أن يعود دون وجود كهرباء، دون وجود مياه، دون وجود صرف صحي، دون وجود مستشفيات، دون وجود مع هذا الركام، مع هذه المتفجرات القابلة للاشتعال في أي وقت. ولذلك على المجتمع الدولي أولا أن يسعى أول شيء إلى وقف إطلاق النار، توفير المساعدات وإدخال المساعدات الغذائية والطبية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية على المجتمع الدولي البدء كما يقول بالبدء بالإعداد لمشاريع لتنفيذ البنية التحتية بشكل كامل أو بشكل سريع من خلال شركات كبرى ومن خلال حصر تمويل. حتى اللحظة لم تتم أو لم تعلن أي دولة عن استعدادها للتمويل أو البدء بعمليات تمويل. طيب اسمح لي دكتور جهاد سريعا، فيما له علاقة بهذا التمويل، هل في حالة التأكيد يعني نعلم أن إسرائيل هي المسؤولة عن هذا، هل لن تغرم إسرائيل لدفع ثمن تمويل إعادة إعمار ما قامت بإفساده؟ يعني أعتقد هذا أمر سيتعلق بمحكمة العدل الدولية والقضية المرفوعة أمامها، والذي سيكون أحد بنود الحكم في حال صدوره أن يكون هناك تعويضا عما قامت بتدميره دولة الاحتلال. ولذلك على المجتمع الدولي في حال البدء أو التفكير في عدل الإعمار أن يلزم إسرائيل بأن تكون جزءا من عملية إعادة الإعمار. نعم. بشكل كبير، حتى يكون هناك سياقا تستطيع أن تتحول من خلاله دولة الاحتلال وأن تتحمل المسؤولية. ولذلك صحيح. أعلنت العديد من الدول سواء العربية أو الدول الثانية بأنها لن تشارك في إعادة الإعمار طالما الاحتلال بقي يدمر. ولذلك المطلوب أن يكون هناك حلا سياسيا لهذه الأزمة، حتى يتم الاستطاعة أن يكون هناك إعادة إعمار، حتى يتم بناء المؤسسات ويتم إعادة الإعمار دون تعريض عمليات. نعم. التدمير بشكل كامل. نعم. وتكون هذه هي نقطة البدء، حل الدولتين والحل السياسي هو نقطة البدء بإعادة الإعمار. جزيل الشكر دكتور جهاد حرازين الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه المشاركة. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، غدا بإذن الله متابعة جديدة لمستجدات التطورات والأوضاع مع فريق عمل جديد. نشكر لكم المتابعة، إلى اللقاء.